السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أضواء على الأحداث، أقدمها لكم من قناة الحوار في لندن. ونخصص حلقة اليوم لقراءة نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وكذا للحديث عن أهم الملفات الموضوعة حاليا على طاولة الرئيس القديم الجديد عبد العزيز بوتفليقة. أرحب بكم. إذن وكما كان متوقعا لدى الكثير من المراقبين، فقد فاز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ليبقى على رأس السلطة في بلاده لولاية ثالثة. وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني الذي أعلن عن نتائج الانتخابات أوضح أن بوتفليقة حصل على تأييد أكثر من 90% من أصوات الناخبين، مع نسبة مشاركة وصلت إلى أكثر من 74%، فيما اقتسم منافسوه الخمسة الآخرين 10% كانت متبقية من أصوات المقترعين كما وصفها الخصوم. هذا فيما اشتكى المرشحون وأعضاء في لجنة مراقبة الانتخابات من وقوع تجاوزات كبيرة خلال عملية الاقتراع، كما اتهمت المعارضة بشقيها الإسلامي والعلماني السلطة في الجزائر بتنظيم مهزلة انتخابية لتثبيت نظام الأمر الواقع. للحديث حول هذا الموضوع وموضوعات أيضا متعلقة بالوضع في الجزائر والملفات المنتظر أن ينظر فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة الثالثة 5 سنوات، أستضيف هنا في الأستوديو الكاتب والصحفي الجزائري الأستاذ سليمان بوصوفة، وكذا عضو حركة رشاد والدبلوماسي السابق أيضا السيد محمد العربي زيتوت. أرحب بكما ضيفي الكريمين. أريد أن أبدأ بك الكاتب الصحفي الجزائري أستاذ سليمان بوصوفة، أنت كمراقب للوضع في الجزائر من هنا من بريطانيا، في أقل من دقيقة قراءة لهذه الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية حول نتائج الانتخابات الرئاسية. نعم، أنا مراقب لكن لست مراقب للانتخابات. أولا أريد أن أبارك للسلطة الجزائرية وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة على هذه النسبة المفزعة والمخيفة، أكثر من 90%، وهذه النسبة يجب أن نقترح وسام للجمهورية، وسام الجمهورية أو وسام من يعني طراز كبير للممثل الجزائري القدير عثمان عريوات الذي مثل هذا المشهد في فيلم كرنفال في ضشرة، والجزائريون يعرفونه كثيرا هذا الفيلم. طبعا هذه النسبة كانت متوقعة من طرف النقاد ومن طرف المراقبين خصوصا في الخارج. هذه النسبة تقررت ليس الآن أو في 9 أفريل، تقررت عند تعديل الدستور لإطالة عهدة بوتفليقة مدى الحياة في 12 نوفمبر 2008. بعدها تقررت هذه النسبة أيضا في قمة دول مجموعة الثماني التي انعقدت في اليابان، حيث أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الجزائر ستشارك في قمة الاتحاد من أجل المتوسط في باريس بعد التحفظات الجزائرية، وهذا خط أخضر أو ضوء أخضر من فرنسا ومن المجموعة الدولية من ورائها. طيب، يعني أصحاب يعني قراءة كما أفهمها من كلامك أستاذ سليمان، أنه هذه نتائج مبرمجة وليست نتائج حقيقية لصندوق الاقتراع. طبعا حتى الرضيع في الجزائر يعرف أنه النتائج مبرمجة. سيد محمد العربي زيتوت، قراءة أولية على الأقل حتى ندخل في نقاش حول الملفات المطروحة على الرئيس المقبل، قراءة في هذه النتائج. يا أخي اسمح لي بصراحة، يعني السلام عليكم جميعا، لكن بصراحة خليني نقول باللي الشعب الجزائري هذا ناكر للخير وحقيقة ما يستاهلش هذا الرئيس حقيقة. يعني كيفاش 90% فقط يا أخي؟ يعني المفروض 99.99 99.90، هاي 90% 10، لماذا 10% هذو ما ينتخبوش على الرئيس؟ خلاص نعرفوا انه ما شاء الله يعني الجزائر الان احسن من اليابان، تصدر ما شاء الله الى امريكا، والاوروبيين قاعدين يجونا في قوارب موت للجزائر، والجزائر شوف يعني الوضع ما شاء الله يعني من احسن ما يكون، ويعطوا فقط 90%. انا صراحه يعني هذا 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 مره اخرى نقول للشعب الجزائري ناكر للخير
وما يستاهلش هذا الرئيس الملهم والزعيم القائد يعني الذي ليس له مثال ولا يجر له غبار. لماذا هذا التشكيك في عملية الاقتراع؟ وحسب متابعات لصور كانت تأتين من الجزائر تناقلتها كل الفضائيات العربية والأجنبية أيضا، هناك شعب خرج في كل ولايات البلاد يحتفل بفوز الرئيس بوتفليقة. سليم أبو صوفة، لماذا لا تقبل أن هذه النتائج هي نتيجة منطقية لإرادة ناخب جزائري رتب أولوياته على انتخاب الرئيس بوتفليقة، وبالتالي الاستقرار في الجزائر، استقرار الوضع الأمني، استمرار في المصالحة، إنجازات كما يقولون عن مستوى الاقتصادي، مستوى البطالة، مستوى السكن، وقد تغاضى ربما أو وضعها في الدرجة الثانية قضية ما تسموها أنتم في الخارج الحريات العامة والحريات السياسية. ببساطة هناك مؤشرات يعني واضحة مثل الشمس، نحن هنا في الخارج في أوروبا في واشنطن يعني نعرف مصادر القرار ونعرف كيف نتصل بالناس، والمؤشر الواضح هو أنه لم يكن هناك مراقبون دوليون في هذه الانتخابات، صح ولا لا؟ لم يدخل الأوروبيون ولا الأمريكيون، من دخل إلى الجزائر ليراقب 200 مراقب هم من جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة الإفريقية، منظمة المؤتمر الإسلامي، كل هذه الهياكل القديمة التي تتكون من ديكتاتوريات كلها جاءت عن طريق انقلاب أو عن طريق تزوير الانتخابات بغض النظر عن كان في لجنة سياسية لمراقبة الانتخابات في الجزائر المحلية. وهناك اللجنة المحلية وهناك أيضا مراقبين من المترشحين لهذه الرئاسة. المترشحون هذه مسألة أخرى، مترشحون ليست لديهم الأموال الكافية ليراقبوا، مثلا هنا في السفارة في لندن أو في واشنطن أو في باريس لم يكن هناك مراقبين مستقلين، كل المراقبين كانوا من طرف المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة. لذلك فإنه المسألة محسومة حتى الآن. الصحف هذا الصباح مثلا، الصحف التي كانت مع يعني هي موالية للسلطة يعني قالت أنه فضيحة كبيرة، فضيحة أنه يعني ممكن 70% 60% ممكن تعملوا سيناريو ثاني، لكن هكذا نتائج يعني لم نشهد هذه النتائج حتى في أعتى الدكتاتوريات في إفريقيا. وبالمناسبة عندما تحدث عن المراقبين الدوليين الذين لم يأتوا إلى الجزائر لم يريدوا شهادة الزور، لماذا؟ لأنه نفس المراقبين الإفريقيين الذين ذهبوا والدوليين ذهبوا إلى كينيا وقالوا إنه الانتخابات كانت نزيهة، الشعب خرج إلى الشارع فقبلت السلطة بالمعارضة وتقسمت الحكم مع المعارضة، وهذا ما يخشى منه الآن في الجزائر أن يخرج الشعب إلى الشارع. محمد العربي، لماذا هذا التشكيك المستمر في كل ما يأتي من الجزائر أو من عمليات انتخابية؟ لماذا لا تقبل أن الشعب اختار فعلا الرئيس بوتفليقة لأولويات كنت قد ذكرتها خلال طرح السؤال للأستاذ سليمان؟ لأن الشعب لم يختار، اختصار بسيط، أن الشعب لم يختار. يعني لو كان ربما الوقت لا يسمح أن نروح بعيد، لكن كل الناس اللي تحدثنا إليهم، كل الناس حتى الصحافة، وكان صحافة موالية للسلطة، قالت أنهم أخرجوا أكثر من 200,000 من عناصر الجيش مع الثامنة صباح. أنت الشباب الجزائري يخرج على 8 نتاع الصباح يجري لمكاتب التصويت، يعني حتى لما ديروا مهزلة ديروها بشكل شوية يكون مقبول. وأخرجوا الشرطيات، شفنا مثلا القنوات جابت صف نتاع نساء دايرين لاشين كما يقولوا عندنا، دايرين الطابور. كلهم تشوفهم في سن العشرينات، بداية الثلاثينات. يعني احنا نعرف ان في 9000 شرطية جزائرية، يعني تكلمت مع ناس ومن داخل اجهزة الادارة، وانت تعرف انا خريج المدرسة الوطنية للإدارة وعندي علاقات واسعة داخل الادارة، يعني تكلمون ان بعثوا بحوالي 3000 شرطية في عدة اماكن باش يبينوا انهم نساء ينتخبنا، وهما سن العشرينات بداية الثلاثينات. يعني حتى المهزلة بهذه الطريقة. عجبني امس صحفي عابد شارف اللي نحييه بالمناسبة، قال سألوه في قناة من القنوات، قال لما واحد يقول لك أنا عمري 120 سنة قد تستغرب ذلك بشدة، أو يقول لك واحد عاش 120 سنة قد تستغرب ذلك بشدة ولكن ربما يكون صحيح، لكن لما يقول لك 200 سنة تضحك وتمشي. يعني هذا ضحك، هذا استهبال، هذا استغباء، هذا استحمار، هذا ما نش عارف للناس ولعقول الناس. الشعب الجزائري أذكى بكثير من هذه المهازل، من هذا التهريج اللي مشاو. نعم هناك من مشى، اللي مشاو جزائريين نعم،
كما كانوا يمشوا مع دي جول ويقولوا تحية دي جول وتحية الجزائر الفرنسوية، واللي كانوا مع الانتخابات الفرنسوية في نهاية الأربعينات ويصفقوا على الفرنسيس. لو تشوف صور نتاع الجزائر في نهاية الأربعينات أو نهاية الخمسينات تلقى دائما عشرات الالاف من الجزائريين يصطفون لدي جول او يصطفون هذه في نهايه الخمسينات ويصفقوا ويقولوا تحيه الجزائر الفرنسيه. لكن الشعب الحقيقي، المجتمع الحقيقي، الجزائريين الحقيقيين مغيبين. هناك مجتمع مزيف والدعايه، ونجحوا الى حد ما على الاقل بعض القنوات نقلت تلك الصور. هناك دعايه مزيفه خطيره توري الصور، وانت تعرف وانت رجل اعلام انه بالكاميرا ممكن 100 شخص توريهم وكانهم عشرات الالاف. ناخذ راي مشارك في هذه الانتخابات وايضا مراقب لها، المرشح للانتخابات الرئاسيه في الجزائر السيد موسى تواتي، معي عبر الهاتف من الجزائر. ارحب بك سيد موسى تواتي في هذه الحلقه. شكرا سيدي، شكرا لزملائك. يعني سؤال البديهي الذي يطرحه كل مراقب لهذه الانتخابات، انه كانت مهزلة انتخابية، أمور مثبتة، أمور مبرمجة من السابق لتثبيت ما تسميه المعارضة نظام الأمر الواقع في الجزائر. لكن من ينتقدكم سيدي وينتقد من شارك في الانتخابات بالمشاركة وبالترشح هو أنكم شاركتم في زور قد يضر بالجزائريين في مقابل منافع شخصية، والنتائج على العموم يعني قزمت كل المشاركين المنافسين لبوتفليقة. كيف تنظرون لهذه النتائج وكيف تردون على هذه الأقوال من المعارضة؟ شكرا سيدي، وكذلك أشكر كل الملاحظين والمراقبين وكذلك من يشككون في مصداقية مشاركتنا. فنحن أولا حزب حديث النشأة، نحن مناضلون، نحن نريد أن نغير ما يمكن تغييره داخل الوطن لا من وراء البحر. فنحن اكتسبنا وأردنا أن نجعل من الثورة الجزائرية التي قامت بحد السلاح أن تقوم اليوم بحد الانتخاب والمواجهة داخليا. صحيح أن هذه الانتخابات هي انتخابات كانت فيها مزايدة وكانت فيها تجاوزات خطيرة، حيث أننا لاحظنا أن هناك تعليمات أعطيت لرؤساء الدوائر، ورؤساء الدوائر فرضوا على المنتخبين أو على البلديات بملء الصناديق وحلوا محل المواطنين الناخبين. فنحن في الجبهة الوطنية الجزائرية لنا أكثر من 1837 منتخب في المحليات، ولنا أكثر من 27 نائب بالبرلمان. هذا الحزب الفتي الذي لكن يعني عذر على المقاطعة سيد محمد أو موسى أتواتي، عفوا، جوهر سؤالي أنكم كنتم تعلمون مسبقا بأن النظام أو السلطة في الجزائر هي ستزور هذه الانتخابات كما تقول المعارضة وأن نتائجها محسومة، لماذا شاركتم أنتم في هذا التزوير؟ هذا ما تقوله المعارضة. هذا بطبيعة الحال هو نحن كنا نعرف بأن القضية تكون محسومة، ولكن الحسم هو لتعريف بالشعب الجزائري ولإخراج الشعب الجزائري، لأنه من تابع تحدثنا ومن تابع ما نقوم به نحن في الجبهة الوطنية الجزائرية من تعبئة وتحسيس قصد جعل من انقلاب شعبي على الأنظمة المتعاقبة وعلى السلوكات المتتالية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لا يمكن أن نخرج إلى الشارع بدون الخروج بالطرق والأساليب السلمية، لأننا نريد أن ندافع على وطننا، نريد أن نجعل من هذا الوطن هو وطن كل الجزائريين، والصراع هو صراع انتخابي. طيب سؤال بعد الفضائح وبعد المهازل التي تقوم، هذا هو درس للشعب الجزائري بأنه لا بد أن يخرج. فالاستقالة من حقوقه ومن واجباته الدستورية والمدنية تعني أن هناك شعب سيأتي أو سيطلب من الحماية الأجنبية. فنحن نرفض
أي حماية أجنبية. نحن جزائريون طائرون ولا نريد أن تكون هناك. طيب سؤالي الأخير. نحن نرفض طيب. الأسلوب. طيب. وقلنا طبعا قبل يعني تبع لهذا الرقابة. سيد موسى تواتي. لأن هذا جاءوا يأتوا يتسلمون رشاوي مقابل تزكية انتخابات. طيب. نحن تبعا دولة تبعا لهذا التحليل. سيد موسى تواتي إذا كنت تسمعني يعني تبعا لهذا التحليل هل أفهم أن استراتيجية المعارضة وأنتم قطب فيها ستتغير في تعاملها مع النظام في الخمس سنوات القادمة، هل ستنتهجون طرق أخرى غير المشاركة وتزكية هذا النظام؟ يعني بصراحة هل ستستعملون الشارع؟ هل ستحتجون في بمظاهرات احتجاجات اعتصامات مثلا كما يحدث في العالم الغربي والعالم الديمقراطي؟ سيدي أن الدولة الجزائرية ليست احتكار لمجموعة. نعم. أن الوطن الجزائري هو وطن كل الجزائريين. نعم. كانوا في المعارضة أو كانوا في المساندة. ولكن على 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 الطائر أو على المناضل أن يقنع الشعب بضرورة رفض هذه المهازل والعمل على إخراج الحقيقة وتصحيحها وتوضيعها وجعل من المواطن الجزائري في الداخل هو الذي يقوم بحماية نفسه. وليس بالمطالبة بأجانب أو أو بدول أجنبية لحمايته في وطنه، فهذا من يعني. أشكرك جزيل الشكر مرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر السيد موسى أتواتي، أشكرك على هذه المشاركة، كنت ضيفنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية. أستاذ سليمان بوصوفة، نتحدث الآن عن الجزء الآخر، يعني في الجزائر هناك هذا النظام، هذه السلطة وما تحدثتم به عليها، ماذا عن المعارضة؟ يعني هناك جزء مهم من المعارضة تحالف مع الرئيس بوتفليقة وسنده، هناك جزء صمت ولم يصرح، وهناك جزء شاركت في العملية كمنافس للرئيس بوتفليقة، وقد استمعنا إلى واحد من هؤلاء الذين شاركوا في الانتخابات ومرشح للرئاسيات. هنا يجب أن يقال كلام، يعني هذا المزيكة لا يعطي لك يعني أنه فيه ديمقراطية في الجزائر، يعني هناك معارضة تختار الشمال والجنوب والشرق والغرب. لا لاحظت يعني من خلال تدخل المواطنين الجزائريين عبر مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية أنه حتى الشارع يعرف أنه الانتخابات مزورة وأنه ليست هناك معارضة في الجزائر، هكذا يقول مواطنين العاديين البسطاء، ليست هناك معارضة في الجزائر. هناك يجب أن نقول كلام أنا شخصيا لا أسمعه كثيرا عند النقاد وأقطاب المعارضة، أن السلطة النظام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا التزوير، وكذلك المعارضة. المعارضة تتحمل، معارضة بمعنى المثقف الجزائري، الناقد الجزائري، الصحفي، الكاتب، أين هؤلاء؟ أين رؤساء الحكومات السابقون؟ لماذا لم ينبسوا بكلمة في هذه الانتخابات؟ هنا يعني عندما نلاحظ ما قام به بوتفليقة على مدى 10 سنوات والآن يبدأ عودة ثالثة، بوتفليقة وجد فراغ كبير جدا في الجزائر، يعني اشترى الذمم، اشترى شخصيات، اشترى أحزاب، فجر أحزاب من الداخل باسم الحركات التصحيحية. يعني عندما أقف عن نقد السلطة، لأنه النظام عبارة عن شخصيات لديها غلاف سميك من الأيديولوجيا لا يمكن أن تخترقها، هذه الأفكار التي أتحدث عنها ويتحدث عنها المعارضون الآخرون والنقاد، نحن نأمل هذه الأفكار أن تصل إلى الأجيال الجديدة، الأجيال التي ولدت في الثمانينات في التسعينيات، هذه الأجيال يمكن أن تصل إلى هذه الأفكار، ولا يمكن للنظام أن يوقف هذه الأفكار لأنها مثل خيط دخان لا يمكن الإمساك به. فأملنا في هذا الجيل الجديد، لأنه الآن كانت الأجيال السابقة خصوصا جيل الاستقلال ينتظر من المعارضين الذين هم أولاد النظام أن يتحركوا، فلم يتحركوا. لماذا؟ لأن هؤلاء لديهم مصالح داخل النظام، لديهم بزنس، لديهم علاقات، لا يريدون أن يقوموا بأي حركة معارضة، فالنظام يقطع هذه المصالح. ماذا عن المعارضة، يعني حتى انتقل إلى الخارج؟ المعارضة التي جاءت بعد التسعينات، يعني تتحدث عن الداخل والخارج. معارضة في الداخل، المعارضة الداخل لديها مصالح كبيرة مع النظام، حتى وإن لديها أفكار تغير هذا يعني النظام ليس لا يمكن، يعني هي معارضة في الأفكار لكن معارضة من أجل مصالح آنية لا يمكن أن تتحرك. مثلا أنت تشاهد الآن على الأقل 200 فضائية عراقية،
قنوات فضائية شامية خليجية، ليس عندنا قناة فضائية واحدة بالنسبة للجزائريين. أين هذا رجل الأعمال المثقف الذي يخرج من الجزائر سواء كان مع النظام أو ضد النظام؟ طيب لماذا لا يفتح من بين ملفات قضية الحرية الإعلامية مطبعة دار نشر؟ نعم. يعني حتى المعارض ليس لديه مخطط أو وعاء لكي يستوعب هذا الشعب. لذلك فإن الشعب يخرج في مظاهرات للحرق، مظاهرات شغب، لأنه ليس هناك غطاء أو وعاء يدخل في إطار هذا الشعب. سيد محمد العربي زيتوت، نتحدث عن هذه المعارضة، هناك أحزاب كثيرة في الجزائر وكانت لها توجهات مختلفة، يعني يوحي بأن هناك فعلا تعددية. هناك معارضة رفضت وانتقدت، عندنا جاب الله عندك كثير من معارضة شاركت في الانتخابات ومعارضة دعمت الرئيس بوتفليقة، وهناك شخصية سياسية صمتت، يعني كل واحد اختار موقف معين من هذه الانتخابات. شوف، كثير من الكلام قيل، حاول قدر الإمكان أن نجد له صياغات في الرد. عندما تقول هناك معارضة دعمت، فما ليست هناك معارضة. إذا كانت واحد يقول أني معارض ثم يدعم السلطة، مهما كانت هذه السلطة، حتى ولو كانت سلطة الخلفاء الراشدين، يعني لما واحد يقول أنا معارض، طيب تسمح لي في كلمة، حدثت في الانتخابات الرئاسية في فرنسا، لما صعد جون ماري لوبا اليمين المتطرف وصار في المرتبة الثانية، كل المعارضة دعمت جاك شيراك. هذا كان في فرق بين مشروعين كاملين، ما بين مشروع اللي يسموه مشروع الجمهورية في فرنسا، واللي عندنا احنا ببغاوات يعاودوا يكلموا دائما، اللي هي لا ريبوبليك ولا ريبوبليك، وما بين مشروع آخر ينظر إلى أن فرنسا ليست جزء من الاتحاد الأوروبي وأن فرنسا الوطنية، بمعنى مشروع متطرف بالنسبة للوطنية. طيب قضية وجود. إذن بمجرد ما ينتقل الإنسان أن يساند حاكم مهما كان هذا الحاكم ومهما كان صوابه أو خطأه، لا يصبح في المعارضة. الآن لما نرجع نقول المعارضات، حطموا كل شيء، خلقوا الفراغ الهائل، فتتوا الأحزاب، فتتوا المنظمات الاجتماعية، أخرجوا حركات مهمة داخل المجتمع. يعني الجبهة الإسلامية اللي فازت، أنا أختلف مع كثير مما تطرح، لكن فازت في انتخابات 91، كانت أكبر فائز في انتخابات 91، غير موجودة، ممنوعة، زعماها ممنوعين، بل هناك من اللي نزع لهم جوازات السفر، ما عندهمش حتى. جبهة القوى الاشتراكية اللي أيضا كانت الفائز الثاني مثلا، حاولوا تحطيمها بكل الطرق، حتى سعيد سعدي تاع الار سي دي اللي مشى معاهم في فترة معينة لأنه بعدين اعترض، حاولوا تحطيمه إلى آخر حركات تصحيحية، أشار لها أخونا سليمان. كل من يعارض حتى داخل الحكم يعدم، بمعنى يعدم جسديا أو يعدم سياسيا أو يتم عزله. أنا حكوا لها صحفيين الآن، واحد صحافي راهو بدون ذكر الأسماء، مراسل لقناة خارجية، قال أنهم يعني فزعوه، يعني قطعوا له لقمة العيش، لأنه كان يحاول أن يراسل وينقل صورة بشكل ليس ضد النظام، لكن يقدم فقط جزء من الواقع. ولذلك حتى مثلا الصحفيين اللي موجودين هناك نتاع مراسلين لقنوات، لا يسمح لهم بمجرد أن تقول كلمة ممكن تناديك المخابرات الدي ار اس في بلعكلون، يقول لك المرة القادمة ستدفع الثمن. يعني من نفس بوتفليقة، يعني احنا شفنا حملة انتخابية ايضا، ما فيش لان حتى تصريحات انتقادات نارية، يعني من مرشح لويزة حنون او ربعين او حتى موسى تواتي، يعني كان فيه محسوب. انا لا اريد ان ارد، طبعا الصحافة الجزائرية كما تعرف تسميهم بالارانب، واخونا اللي تحدث من قبل، هذون مانيش عارف هل هم، عفوا الكلمة، هل هم يستغبوا الناس ام هم مش فاهمين؟ يعني انت لما تشارك في مهزلة وتشارك في فضيحة ثم تقول أنا أريد أن أنشر الوعي والتغيير بالانتخاب، هذا ليس صحيح. أنت تعرف أن من البداية تم تعديل الدستور من أجل أن يبقى فخامته كحاكم إلى الأبد. هو قال أنه سيموت في الحكم، لا يريد أن يموت إلا وهو على كرسي الحكم. لما تشارك في مهزلة أنت أكثر حتى من تيس المحلل، أنت تصبح جزء منها وتصبح جزء من اللعبة، تحركك المخابرات وتحركك من هما وراء الستار. وهذه المرة حتى الصحافة العالمية تكلمت كثير عن من الجنرالات التي هم وراء الستار ومن يحرك اللعبة، حتى الصحافة العالمية اللي احنا مع ملاحظة سعودي لك سليمان، مع ملاحظة أن المؤسسة العسكرية وصفتها الصحافة وكذلك المعارضة بأنها كانت يعني تنحت جانبا ولم تتدخل في هذه الانتخابات، وأنها كانت قضية الرئاسة وقضية بوتفليقة. لازم لما نتكلم، أولا كلمة مؤسسة عسكرية خطأ، هو جهاز عسكري، لأن العسكر الفوق يعطوا أوامر
والناس اللي تحته ينفذوا. فكلمة لأن مؤسسة تعني تسيير ديمقراطي في الغالب أو تسيير بقواعد، ليس لدينا قواعد. أنا دعني أقولها بصراحة، أنت تعرف أني أقول كلمات بدقيق، لدينا مافيا على مستوى الدولة، لدينا بكلمة الجزائريين لفويو على مستوى الدولة، سيطرت على الدولة، اختلست الدولة وسيطرت عليه، قزموها مدنيا ومن حيث المظهر المنظور في شخص بوتفليقة وراءه اللي يسموهم ليديسيدور أو المتنفذون أو أصحاب القرار اللي هم الجنرالات، هم اللي قرروا في آخر المطاف خاصة جنرالات المخابرات من يفعل ماذا وكيف. صحيح الآن في تنافس خطير، وهذا خطير حتى على البلد، ما بين البوليس وما بين المخابرات، ما بين زرهوني وجنرالات البوليس اللي موجودين معاه وما بين جنرالات المخابرات، وهذا سنشهد له في الأيام القادمة. أنا أقول لك حتى سنشهد تفجيرات للأسف في الأيام القادمة نتيجة لهذا التنافس ما بين جهاز البوليس وجهاز المخابرات. أنا أريد أن أخرج من محور المعارضة، أريد أن أسألك عن المعارضة في الخارج، يعني في عندنا مواضيع أخرى ومحاور أخرى، وعندي ضيوف أيضا من الجزائر. أستاذ سليمان، كنت تحدثت عن المعارضة في الخارج. نعم، هو السؤال الذي يجب أن يطرح، لو كان هناك شخصيات كاريزماتية معارضة حقيقية في الجزائر، هل يستطيع بوتفليقة أن يحكم 15 سنة؟ لا. كان 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 مولود حمروش مرشح للرئاسة في 99، كان الإبراهيمي، هناك بن فليس، هناك بن بيتور، انا اختلف معك قليلا، معليش خليني اكمل النقاش. كانت هناك شخصيات كاريزميه، اريد ان اكمل الفكره، ربما لم تفهم، ربما لم تفهم ماذا اريد ان اقصد. فقط اقول كلمه سليمان واكمل. انا فقط لا افهم لماذا التركيز دائما على اسماء قديمه. الناس اللي تحدثوا عليهم راهم يأتون من الستينات، بوتفليقة نفسه كان وزير في 62، يعني الناس اللي نحن ذكرهم يعني فيه الجزائريين. هناك من يقول هذه ليست أريد أن أقول 70% أقل من 30 سنة. هذه مشكلة. المشكلة أنه أن تكون قادر ونزيه. يعني أنت تحدث عن أبناء خريجي مدرسة النظام وهؤلاء مستهلكين بما فيهم النظام، لا أتحدث عن هؤلاء. لو كان هناك معارضة مستقلة وطنية مستقلة كاريزماتية، بوتفليقة لا يستطيع أن يحكم 15 سنة. لو كان هناك منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، المنظمات المدافعة عن حرية التعبير، عن حقوق الإنسان، هل هي موجودة في الجزائر؟ غير موجودة. تم تدميرها. يعني ملاحظة، هناك قائمة، أنا أعرف قائمة كبيرة من جمعيات نسوية، جمعيات لأبناء الشهداء، للمجاهدين، للعمال، للطلبة، هناك جمعيات. أنت جزائري وأنا جزائري، إذا سرق أحدهم صبي صغير سرق في حافلة في وسط العاصمة وانهال عليه المسافرون ضربا، هل سيتحدث أحد هناك؟ يقول لك يستاهل، لأنه ليس لدينا ثقافة حقوق الإنسان. التعذيب يمارس أمامنا في المجتمع، يعني أنت تمارس التعذيب في بيت كأب، تضرب ابنك لحد الموت وبعدين تروح تدافع لي على السجناء. لا، أنا أتحدث عن ثقافة الآن، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. عندما أتحدث عن المعارضة، بوتفليقة وجد فراغ، وجد مجتمع هكذا. أنت الآن لو تأتي بأوباما وطاقمه أو جورن براون وطاقمه تحطهم في الجزائر في المرادية، لا يستطيعوا العمل 24 ساعة، لأن التقارير ستكون مزورة، البنوك ستشهد اختلاسات. نحن نحتاج إلى إعلان الجمهورية الجزائرية الثانية. سنتوقف في هذه النقطة. أريد رأي مراقب آخر من الجزائر، وهو الكاتب الصحفي في جريدة الخبر، وهي من أكبر الجرائد في الجزائر الناطقة باللغة العربية، الأستاذ عثمان الحياني. أرحب بك أستاذ عثمان في هذه الحلقة. أستاذ عثمان، إذا كنت تسمعني. أنا أسمعك، مرحبا بكم. طيب، يعني مستقبل الجزائر، نتحدث عن وضع النظام، وضع المعارضة، وضع ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني على ضوء هذه النتائج للانتخابات الجزائرية، كيف تراها أستاذ عثمان؟ شكرا. في الواقع الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت يوم الخميس الماضي كرست واقع سياسي ظل قائما في الجزائر منذ وقف المسار الانتخابي عام 1998. منذ وقف المسار الانتخابي تحولت كثير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى ملحقات تابعة للنظام، تابعة للسلطة، تسعى إلى تأييد السلطة في كل قراراتها وتوجهاتها السياسية، وبالتالي لم يكن على الإطلاق هناك طبقة سياسية أو منظمة مجتمع مدني لها من الوعي الكافي الذي يدفعها إلى القيام بدورها
والعمل على محور انتقاد السلطة وتوضيح مكان الخلل في النظام السياسي الجزائري، أو على الأقل طرح بدائل سياسية بالمقابل. الانتخابات التي جرت يوم الخميس قررت هذا الفعل، ووجدنا أن كل التنظيمات النقابية في نقابات العمال ونقابات الصحفيين ونقابات منظمات المجتمع المدني، يعني كل الجمعيات التحقت وأعلنت مساندتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللسلطة، بما فيها أيضا الأحزاب التي كانت إلى وقت في وقت سابق تعارض السلطة. أتحدث هنا تحديدا عن حركة المجتمع السلمي التي كان يقودها الشيخ مقصود مخلاح الراحل في وقت سابق. طيب ماذا عن تعامل الإعلام خلال هذه الحملة؟ كيف تنظر إلى واقع الإعلام الجزائري الآن وأنت تراقب يعني هذه الانتخابات، وكيف تعاملت الصحف المستقلة، التلفزيون الجزائري وأيضا صحف ما يسمى النظام خلال الحملة الانتخابية وبعد خروج نتائج الانتخابات؟ في الوقت لا توجد الآن في الجزائر ما يعرف بالصحف المستقلة بمفهوم الاستقلال الإعلامي. هناك صحف فقط، صحف عمومية محكومة بنظام قانون يعني قانون الصحافة العامة، وهناك صحف مملوكة لأفراد. طبعا ما عدا صحفيين أو ثلاث فقط التي حاولت أو سعت إلى التعامل مع الانتخابات الرئاسية ومع الحملة الانتخابية ببعض من الموضوعية وببعض من وجهات انتقادات للسلطة ولتوجهاتها ولخياراتها الاقتصادية، وذكرتها بنجاحاتها وبفشلها ايضا في تطبيق منظومات اقتصاديه والوصول بالمجتمع الجزائري الى ارقى مستويات العيش وتحسين ظروف المعيشه بالنسبه للجزائريين. ما عدا هذه الصحفيين او ثلاثه، كل الصحف هنا حتى بما فيها الصحف ذات المملوكه الاشخاص تعمل على دعم، اعلنت دعمها للسلطه ولرئيس بوتفليقه. اشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي في جريده الخبر الجزائريه سيد عثمان الحياني على هذه المشاركه، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الجزائر عذرا على المقاطعه لانتهاء وقت هذه الفقره. بعد فاصل قصير مشاهدي الاعزاء نتحدث عن اهم الملفات الموضوعه على طاوله الرئيس بوتفليقه خلال هذه العهده 5 سنوات قادمه. بعد فاصل فابقوا معنا. الحوار أبعاد لا تنتهي. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من حلقات أضواء على الأحداث التي نتحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر والملفات الموضوعة على طاولة الرئيس المنتخب عبد العزيز بوتفليقة. أستاذ سليمان بوصوفة، من أهم الملفات المطروحة هو ما وعد به الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية، تدعيم ملف المصالحة، استكمال هذا الملف ربما حتى تخرج الجزائر نهائيا من مخلفات تقريبا 15 سنة من ما كانت تسميها المعارضة، الحرب الأهلية أو حرب الجيش ضد الشعب أو في الجزائر خلال التسعينات. هل أول أريد أن أسألك، هل الخطوة الأولى لبوتفليقة في المصالحة كانت في رأيك موفقة، وهل يستطيع أن يبني عليها لتحقيق هذه المصالحة فعلا في الجزائر؟ أنا لا أفهم لماذا كل ما تكون هناك مناسبة وطنية يعفو الرئيس عن المساجين مثلا. لا أفهم ذلك. الرئيس ساركوزي عندما نصب رئيسا طلبوه بالعفو عن المساجين، قال هؤلاء مساجين معاقبون، لماذا عفو عن المساجين؟ أنا لا أفهم إلى حد اليوم في الجزائر لماذا العفو عن جلادين، عن قتلة، عن مسلحين، لماذا؟ من أجل مصالحة، حدث هذا في جنوب أفريقيا؟ لا، لم يحدث في جنوب ولا في تشيلي. لا حدثت المصالحة في تشيلي في جنوب أفريقيا بعد سياسة المحاسبة وبعد سياسة أنه أنت فعلت كذا، يعني تحمل المسؤولية لكل الأطراف. كشف الحقيقة، ما يسمى بكشف الحقيقة. كشف الحقيقة. أعود إلى الجزائر، طبعا لا يمكن أن تكون مصالحة متوازنة إذا كانت من طرف أقوى من طرف ثاني، لأنه لو تحدثت إلى الإسلاميين الذين أو الجماعات المجموعات المسلحة الذين يسمون الآن الإرهابيين التائبون، يقولون أنه السلطة في موقع قوة فهي تشحفنا في المصالحة، وهذا أظن ما قاله مدني مزراق الأمير السابق للجيش الإسلامي الإنقاذ. السلطة تقول
قال بوتفليقة في حملته الانتخابية أنه يعني نفس الأكسجين بزاف عليكم يعني كثير عليكم أنه استعملناكم 10 سنوات ولا نريد أن نستعملكم الآن لأنه الشعب معي هكذا خطبهم. يعني أنا شخصيا وكثير من المثقفين الذين أعرفهم ضد هذه المصالحة على إنسان تعرفه أنه كان قائدا في الجبل وكان يذبح ويسلخ ويقتل من يقتل يقتل الشرطي البسيط يقتل الجندي مثلي مثلك الذي يذهب لخدمة الوطن فيقتله ويقول أنا أحارب الجنرالات والمخابرات في الجندي ولا الشومبيط البسيط لا أفهم لماذا هذه المصالحة. عموما المصالحة جاء بها الجنرال والرئيس السابق لامين زروال وطبقها بوتفليقة لكن لم يطبقها بحذافيرها لأنه هؤلاء المسلحين التائبين لم تعطى لديهم الحقوق الأساسية حقوق الانتخاب وحقوق السفر وما إلى ذلك فهي غير موفقة ولا أتصور أن يستمر بوتفليقة في المصالحة ولا في العفو الشامل لأنها مسألة انتخابات فقط. من أثقل الملفات ملف المصالحة. هل تعتقد نفس السؤال هل تعتقد أن البداية كانت صحيحة وهل ستتحقق وعود بوتفليقة في تحقيق المصالحة الشاملة وتهدأ الأمور لتدخل الجزائر ربما مرحلة لا يتم فيها الحديث عن ضحايا إرهاب أو ضحايا السلطة والجيش؟ سأجيبك عن هذا السؤال بعد ملاحظة سريعة وهي تحدثنا على قضية وتحدث أيضا أخونا الصحفي من الجزائر على قضية التنظيمات والأحزاب وكلها التي انضمت وحتى على الصحافة اللي انضمت إلى النظام وأصبحت كلها عبارة عن لجان مساندة وتطبيل وتزمير للنظام القائم. لا دعنا لا نعمم المجتمع الجزائري هناك مجتمع مزيف وهناك مجتمع حقيقي. داخل المجتمع المزيف نعم استطاعت السلطة الجزائرية أن تشتري الذمم وأن تخترق ومن لم تشتري اخترقت جمعيات واخترقت تنظيمات يعني حتى لا يسرقنا الوقت قانون المصالحة أنا أرجع لك بسرعة. إذن هناك مجتمع حقيقي مبعد تماما وهناك مجتمع مزيف هو الذي يظهر في الصورة. كونك أنك أنت تظهر في الصورة ليس هذه الحقيقة. نحن شاهدنا في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات كان فيه مليون من الكولون وكان فيه 8 ملايين من الجزائريين لا يظهرون الجزائريين في الصورة نهائيا. نعودك إلى المصالحة. إذن فقط حبيت نعطيك باش ما نعملوش جلد للذات لأن هناك شعب معارض حقيقة يا جماعة ما نكذبوش على أرواحنا. الآن فيما يخص بالمصالحة أنا تحدثت كثير من المرات في هذا الموضوع. أي مصالحة في أي مكان تفترض على الأقل شرطين أساسيين وهو الحقيقة والعدالة بمعنى أن الناس تفهم ماذا جرى قبل كل شيء ولماذا جرى ومن قتل من ولماذا قاموا بانقلاب لماذا أدخلوا الجزائر في هذا الجحيم لماذا مات 200,000 شخص لماذا طلعت جماعات مسلحة إلى الجبل لماذا قتل الصحفي الفلاني لماذا قتل الإمام الفلاني لماذا قتل القاضي الفلاني لماذا من قتلوا كيف حدث أين الذين أين المختطفين 7,000 أو يزيد. وثم العدالة المفروض من قام بجرم يحاسب عليه. إذا لم تستطع للعدالة إذا لم تستطع وتريد أن تحل المشكل فعلى الأقل كما فعلت جنوب إفريقيا قاموا بكشف الحقيقة. بدون كشف الحقيقة لن تكون هناك مصالحة إلى الأبد. يبقى دائما أناس وعائلات وأباء وأبناء يسألون وربما يبحثون عن الانتقام. إذا أردنا مصالحة حقيقية كل ما جرى هو مثل السلام التي تعرضه إسرائيل علينا على الفلسطينيين. طيب كلمة جميلة ولكن مضمون خبيث وخادع. ملف آخر مطروح قضية الحريات العامة الحريات السياسية حرية الإعلام أيضا كانت للرئيس كان له الكثير من الكلام حول هذا الموضوع وهو موضوع أيضا يهم كل الطبقات السياسية في الجزائر. لكن أريد أن أبدأ هذا الموضوع مع ضيفي من الجزائر مدير عام صحيفة الشروق الجزائرية وهي طبعا من أهم الصحف في الجزائر الأستاذ علي فضيل. أرحب بك أستاذ علي في هذه الحلقة. السلام عليكم تحياتي الأخ سليم وإلى ضيوفك الكرام. يعني عنوانكم اليوم في صفحة الشروق العربي ربما قد يتفق معه الكثير وقد يعارضه أيضا الكثير تتحدثون عن الجزائر التي ربحت رئيسا قويا وتشيرون إلى خسارة الجزائر للتعددية وهو كلام وصفه الكثير بالخطير. هل نحن مقبلون على نظام هو أشبه بالنظام الجزائري أيام السبعينات؟
الأخ سليم مرة أخرى تحياتي وتحياتي أيضا للضيوف الكرام. الحقيقة العملية الانتخابية التي جرت يوم الخميس الماضي كانت لها مفاجآت كبيرة وتوقعات المتفائلين، حتى توقعات المتفائلين لم تكن يعني تنتظر أن نسبة المشاركة وكذلك النسبة التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تكون بهذا الشكل. المعروف نعم كما قلنا اليوم نحن في جريدة الشروق، لقد ربحت الجزائر رجلا قويا بفعل التفويض الشعبي الكبير الذي حصل عليه، ولكن للأسف حسب المعطيات المقدمة فإن التعددية السياسية أو الطبقة السياسية في الجزائر أصبحت من الضعف ومن الإضمحلال، بحيث أننا نخشى على في المرحلة القادمة أن هذه الطبقة إذا لم يعاد تشكيل المشهد السياسي في الجزائر فإننا سنكون بصدد مرحلة سياسية أو مونولوج سياسي. نحن نريد نعم. طيب هذه الفكرة واضحة. نعم. من يذهبون هذا المذهب هم يتوقعون إسقاطات أخرى إذا كان هناك توجه واحد للنظام، يعني عدم وجود تعددية حزبية، عدم وجود تعددية إعلامية، وانتهاكات لحقوق الإنسان وانعدام لأهم الحقوق المدنية للمواطن. هل تتوقعون في قراءتكم لهذه النتائج أنه في الخمس سنوات القادمة سيكون الوضع كما تشير إليه المعارضة؟ لا، هو شوف، هو ماشي ما فيش تعددية سياسية أو تعددية إعلامية، بالعكس هناك تعددية إعلامية كبيرة جدا، هناك حرية تعبير في الجزائر مكتوبة للجميع. صحيح هناك المجال، الساحة السياسية شبه مغلقة، وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون لم يفتح بالشكل الكبير أو ولم يفتح إلا في خلال الحملة الانتخابية. نحن مع فتح المجال السياسي لجميع الـ 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 ماذا تتوقع يعني أستاذ علي فضيل؟ يعني لا يبقى لي كثير من الوقت. ليس 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 تمنيات يعني بس، لكن ماذا تتوقعونه فعليا مع الرئيس بوتفليقة خلال الخمس سنوات القادمة؟ على شك على بياض أن يفتح المجال السياسي. نتوقع أن الرئيس محكوم عليه أن يفتح المجال السياسي للطبقة السياسية حتى تكون هناك معارضة شرعية للحكومة وللنظام القائم بطريقة تقوي مؤسسات الدولة ولا تضعفها، لأن وجود معارضة نشطة في الميدان السياسي وفي الميدان الإعلامي هذا تقوية وتدعيم لمؤسسات الدولة بمختلف أشكالها وبمختلف توجهاتها. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر مدير عام صحيفة الشروق الجزائرية الأستاذ علي فضيل على هذه المشاركة. كنت ضيفنا عبر الهاتف من الجزائر أستاذ سليمان بوصوفة. صوت واحد، هل رجعنا للسبعينات أم كما قال أستاذ علي فضيل هذا نسبة 90% ستعطي للرئيس بوتفليقة يعني شرعية أكثر وصلاحية أكثر أن يفتح المجال السياسي وأيضا الإعلامي وتفك كثير من الملفات حقوق الإنسان في الجزائر؟ كيف تتصورون هذا الملف خلال الخمس سنوات القادمة؟ من السذاجة بما كان أن يطالب أحد بالحرية. الحرية حق يؤخذ ولا يعطى، وهذه ثقافة الاتكالية الموجودة عندنا في كل المجتمعات العربية والشرقية، هذه هي التي جعلتنا في الحضيض. الأمم تتقدم ونحن نطالب بفتح الحريات وبفتح المجال. إذا أراد ملاحظة أنه من مسؤولية القيادة السياسية أن تفتح المجال وأن تحترم حقوق لا الأسر. هذه القيادات السياسية التي نتمتع تحتها بالحرية كانت هناك معركة تنوير قادها فولتير فرنسا والمفكرون الثانيون. هؤلاء لم يفتحوا التعددية، كانت هناك إقطاعيات في أوروبا. حركة التنوير، حركة الشعوب، الانتفاضات هي التي تصنع الحرية. الشعب الذي لا يريد أن يدفع الثمن لن ينال الحرية في حياته. الشعب الذي يصفق لمسح الديون
ويصفق لإغداق الخزينة وكما تحدث السيد تواتي إرشاء الناس لن ينال استقلاله ربما أو يعني حريته في أخذ القرار. وهذه هي المشكلة. إذا يعني تحدثنا بعمق خلونا ننسوا بوتفليقة وننسى هذا النظام. نحن نتحدث عن ثقافة التغيير في الشعوب. شعوبنا تحتاج إلى سنين وسنين إلى هذه الثقافة، وعلى المثقف المسؤول الأول وعلى النخب الجزائرية أن تنمي وتذكي هذه الثقافة في شعوبنا. تحدث عن المعارضة في الخارج، ليس هناك معارضة في الخارج، هناك شخصيات تعارض وتنتقد. يعني من كل 6 ملايين جزائري موجودين بين الأمريكيتين وأوروبا ليس هناك حزب سياسي واحد يعارض النظام، ليس هناك اتفاق. وهذه ربما تقود حزب رشاد، لا لا رشاد حركة وليس حزب. نحن حركة، نعم. أتحدث على حزب، نعم. وهذه الثقافة التي نحتاجها. ربما يعني نكتفي بهذا الوقت بالنسبة لهذه الفقرة. كان أعطيك يعني أقل من دقيقة قضية هذا الملف، ملف الحريات السياسية. يعني أنتم عندكم في حركة رشاد ربما موقف واضح، لكن هل تتوقع أي حلحلة شوف لقضية الحريات السياسية والحريات القانونية على الأقل؟ شوف العالم يعني الرئيس عنده 90% يعني المفروض يكون له كثير من الصلاحيات أن يغير. نعم، العالم العربي أو الوطن العربي يعيش تحت جو خانق من الفساد ومن الاستبداد. أنتج يأس عميق، أنتج فوضى حقيقية، أنتج سوء إدارة، أنتج تركز الثروة والسلطة في أيادي قليلة، وهي أبعد ما تكون عن تعبير لا على المجتمعات ولا على التحضر ولا على حتى ما جابوناش. نحن الجزائر بعيدة بضعة مئات من الكيلومترات على أوروبا، وكانت مستعمرة 130 سنة، ما عندناش حتى 1% من مفهوم النظام الفرنسي أو الإسباني أو الإيطالي اللي هما يتباهوا به وهما يتكلموا لغاته. إذن هذه هي المشكلة. وأنا أتفق مع أخونا سليمان في نقطة، وهو أن الحريات تؤخذ ولا تعطى. نعم كما تفضلت، من كان مفروض على هذه القيادات، لو كانت قيادات وليست مستولية على السلطة وليست مغتصبة لها وليست مخضعة لشعوبها، لو كانت حقيقة لفتحت المجال. لكن عندما يغلق المجال سيفتح حتما، يعني هذه طبيعة الأشياء. طيب. وطبيعة الأشياء تقول لنا أن شدة الضغط تولد الانفجار. أشكرك. أشرك في النقاش أيضا عبر الهاتف من الجزائر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الشيخ علي بن حاج. ورحب بك شيخ علي. نتحدث عن ملف الحريات السياسية، الحريات الإعلامية، وملف حقوق الإنسان. كيف تنظر إلى هذه الملفات مع 90% هذه النسبة المريحة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. وعلى الإخوة الذين هم معكم. لا شك أن لو كانت هناك حريات عامة حقيقية وعلى رأسهم الحرية السياسية لأنها هي لب الحريات العامة، لما وقع ما وقع. ولذلك نحن الآن نتعامل مع سلطة فعلية، وهذه النتائج لا تعبر عن شيء. هذه انتخابات الإدارة، الإدارة هي التي انتخبت، والمال القذر هو الذي انتخب، والمافيا العسكرية والسياسية هي التي انتخبت. وهذا كل هذه الأرقام كلها لا تمثل شيء، لأن كانت عندنا اتصالات من الشرق والغرب على أساس أن مكاتب الاقتراع كلها كانت فارغة، لا تمثل إلا. طيب شيخ علي، عفوا المقاطعة، تحدثنا في هذا الموضوع، أريد يعني أن تعطيني قراءة لهذا الملف. نتحدث عن الحريات السياسية والحريات الإعلامية، كيف تتوقعها أو تتصورها خلال 5 سنوات القادمة؟ وللحرية الحمراء باب بكل يد مجرجة يدق، لا بد الحريات تفتك وتؤخذ، وسوف يأخذها الشعب إن شاء الله بإذن الله عز وجل، كما تؤخذ الآن في مولدافيا وفي جميع الدول العالم. سينزل اليوم يعني الشعب في يوم ما إلى الشارع ويفتك حقوقه ويعسف بالظلم والظالمين. يعني هذا مع كل الوعود التي قدمها الرئيس بوتفليقة أنه سيرسي في هذه العهدة الثالثة ويقوم بإصلاحات دستورية لإرساء دولة القانون وإعطاء لكل ذي حق حقه. نعم. وعود كاذبة زائفة لا أساس لها من الصحة.
هو لا يحترم حتى الذين هم معه، ولذلك هنالك لغة الآن بدأت تتبدل عند كثير من ممن كانوا ينتقدون بوتفليقة بالصحابة خوفا من أن يحقد عليهم فيزيلهم من أماكنهم، سواء كانوا ولادا أو كانت معارضة سياسية، وأصبحوا يتملقون الآن عندما تقرأ بعض التصريحات. هذا رجل لا يؤمن، هذا رجل هو من الآباء المؤسسين للنظام الاستبدادي في البلاد، حكموا باسم الاشتراكية ويحكمون الآن باسم التعددية ولا تعددية. لا يمكن أن تكون هناك تعددية سياسية دون تعددية نقابية ودون تعددية إعلامية، فهو يحتكر الساحة السياسية والأجهزة الأمنية والقمع، ويحكمون الجزائر بأمرين اثنين، الأمر الأول هو القمع، والأمر الثاني وهو احتكار المال واحتكار السلطة واحتكار الأجهزة الأمنية في مواجهة المعارضة الحقيقية. الفكرة واضحة، أشكرك جزيل الشكر. الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، الشيخ علي بالحاج، كنت ضيفنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية. يعني بقت أربع دقائق، أريد يعني دقيقتين سليمان بوصوف، نتحدث عن هذه الإصلاحات الاقتصادية، 150 مليار دولار وعد بها بوتفليقة لضخها في الاقتصاد، وكل من يعني ما يتوقعه الملاحظ من نتائج إيجابية. كيف تتصور هذا الملف خلال 5 سنوات في دقيقتين؟ نعم، في دقيقتين، الجزائر الوضع الجزائري لن يتغير، الشباب سوف يهاجرون نحو أوروبا وسوف يموتون في البحار وسوف تنتشر المخدرات وما إلى ذلك من أزمات اجتماعية، لن يتغير شيء ما دام لم يتغير النظام ولم يتغير الفكرة. رغم كل هذه الأموال التي تضخ في البنوك ثم تسرق ثم تحول إلى فنزويلا وإلى سويسرا وإلى أوروبا، هذا مفروغ منه، المشاكل مفروغ منها، أنه نظام قمعي بوليسي مرتشي كل الناس تعرف. الأزمة الآن التغيير، لذلك عندما أتحدث عن التغيير وثقافة التغيير، مثلا المصريون متقدمون علينا، الشعب المصري متقدم كثيرا على الشعب الجزائري في التغيير. لماذا؟ بالأسماس وباليوتيوب والفيسبوك ينظمون إضرابا يشل كل القاهرة وبورسعيد والإسكندرية. الفلسطينيون منظمون بالنسبة للصراع العربي الفلسطيني، منظمون دائما بالنسبة للتنظيمات وإلى الأحزاب. العراقيون منظمون. نحن نحتاج إلى نشر ثقافة، إلى الوعي السياسي، نشر ثقافة حقوق الإنسان، حرية التعبير، وهذا سوف ينطلق من الغرب، من أوروبا. شكرا. هذه ثقافة يجب أن تصل منها. هذا الملف وضخ هذا 150 مليار، هل يعني تعطي شيء إيجابي ونتيجة للشعب الجزائري خلال 5 سنوات القادمة؟ شوف، مدخول الجزائر منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة، منذ وضعه على رأس الدولة سنة 99 قسرا وقهرا، كان أكثر من 520 مليار دولار، مبلغ ضخم وضخم جدا بالمفهوم الجزائري. ومع ذلك هناك بؤس غير مسبوق، هناك نشتري الغذاء الجزائري 80% يشترى، 40% تحت خط الفقر، الشباب يهرب إلى آخره، كل هذا معروف. لابد من ثقافة تغيير حقيقية، هي قادمة. فقط اسمح لي أنا أقول لك شيء باش نقول لك إلى أي مهزلة وصل هذا النظام. يوم 6 أفريل بسرعة، لكن في ثواني. نعم. في ثواني. نعم. يوم 6 أفريل عمل معي مصحفي من القدس بريس حوار طويل، لكن أقرأ لك منه سطرين فقط. قلت فيه باختصار، يعني أنا أستطيع أن أقول مسبقا بأن النظام في الجزائر سيتحدث عن مشاركة تتراوح ما بين 70 و 75%، وسيفوز عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 90%، تليه لويزة حنون ثم باقي المرشحين. يعني تحديناهم قبل 4 أيام وجاءت نفس النتيجة، لأننا نعرف كيف يفكر هذا النظام ونتنبأ حتى بما يفعل. وأقول لك أن النسبة الحقيقية كما أعلننا عنها ومن داخل الإدارة 16% كانت نسبة المشاركة. أشكرك جزيل الشكر الدبلوماسي السابق وعضو حركة رشاد محمد العربي زيتوت على هذه المشاركة، كما أشكرك الكاتب الصحفي الجزائري الأستاذ سليمان بوصوفة على هذه المشاركة. مشاهدي الأعزاء، انتهت حلقة اليوم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك من حين استودعكم الله وإلى اللقاء.